قلناها الموسمان العشرة يا موس، وإن شاء الله العشرة في الجزيرة يا برنس. الأهلي يكتسح الترجي بثلاث أهداف مع الرأفة يا برنس، وإجمالي المباراتين 4-0 للنادي الأهلي يا برنس. النادي الأهلي اللي قدم مباراة كبيرة جدا جدا النهاردة أمام الترجي في ملعب السلام يا برنس، هو ملعب استاد الأهلي يا برنس. مبروك علينا على الفوز الغالي على فريق كبير بحجم نادي الترجي الرياضي التونسي بثلاث أهداف مقابل لا شيء. موسيماني مدرب كبير، موسيماني في المباريات الكبيرة مدرب كبير يا شباب. خلينا نتفق، موسيماني ده عبقري، موسيماني موس بجد يا جماعة موس. النهاردة يا شباب هنتكلم على مباراة النادي الأهلي والترجي، ومبروك كلنا ومبروك جميعا يعني بفوزنا الغالي على الترجي بثلاث أهداف، ووصلنا للنهائي، وحاسس إن عشرة جاية، العشرة جاية في الطريق يا برنس. ولكن ما تنساش اللايك بتاعك الجميل، عاوزين نوصل لأكبر عدد من اللايكات. كل إخواتي الأهلاوية خش يا برنس يعمل لايكاتك كده، وتنزل تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس. ومبروك للنادي الأهلي الفوز الغالي على الترجي بثلاث أهداف مقابل لا شيء، مباراة كبيرة جدا قدمها النادي الأهلي. يلا بينا نتكلم على مباراة النادي الأهلي والترجي وفوز الاهلي على الترجي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. الواحد مش عارف يقول ايه، الواحد مش عارف يقول ايه على موسيماني. موسيماني دار المباراه بشكل كبير جدا، موسيماني اللي كل مباراه بيثبت لك ان هو مدرب كبير. موسيماني يا جماعه مدرب عبقري، اللي قالك ده ما بيفهمش حاجه، واللي قالك يا باشا انت جايبينه كده اهو خلاص، لا. موسيماني النهارده ما نزلش المباراه اللي هو يلا شباب ضغط ضغط ضغط، لا، خلى الترجي معاه الكوره، خلى الترجي لو ركزت في اول 28 دقيقه قبل ما تيجي ضربه الجزاء، الترجي كان هو اللي ماسك الكوره، الترجي كان هو المستحوذ، الترجي كان هو بيروح على النادي الاهلي بكذا كوره. ولكن هو ده موسيماني، بيصبر لغايه ما يشوف المباراه راح على فين، ولغايه ما يقرا المباراه بشكل كبير جدا، ويفهم المباراه بشكل كبير جدا، ولغايه ما يفهم المباراه بيعرف يضرب اللدغه منين، بيعرف يضرب اللدغه منين، لغايه ما جالك طاهر يا برنس وضرب الجزاء مليون المية يا شباب، ضرب الجزاء مليون المية، يعني ما فيهاش سنة شك، هي ضربة جزاء. الشتي حاطط ايده جايب طاهر موقعه، فهتقول لي بقى مش ضربة جزاء والكلام ده، لا يا باشا هي ضربة جزاء للنادي الاهلي عشان يحرز علي معلول الهدف الاول يا برنس للنادي الاهلي، عشان النادي الاهلي يبقى مرتاح نفسيا ويبقى سجل هدف. بعد كده يجي يا برنس المباراة تولع، المباراة تولع لغاية ما يجي شريف المخيف يسجل الهدف الثاني، وبيثبت محمد شريف كل ماتش ان هو مهاجم، كل ماتش محمد شريف بيثبت لك ان هو مهاجم النادي الاهلي ومهاجم مصر. كل مره بيقول لاداره النادي الاهلي وبيقول لاداره التخطيط واداره التعاقدات، ويقول لموسيماني ويقول لجمهور النادي الاهلي ويقول كل الناس ديت، ما تجيبوش يا جماعه مهاجم اجنبي، انا موجود، الواد جامد، الواد جامد، عاوز ايه تاني؟ كل ماتش بيجيب لك جول، كل ماتش بيكسبك، كل ماتش بيع. لا يا شباب يعني موسيماني لازم بقى يدي محمد شريف، يخليه نجم بقى، ما يقعدوش بقى ينزل لي بويلا ده خلاص، مش عارف بويلا ده جبنا ليه، انا مش فاهم، ده على الله حكايته. ولكن محمد شريف مهاجم عبقري، لغايه ما يجي لك حسين الشحات ينزل يعملها لك واحده تشميسه من فوق معاذ بن شرفية عشان يسجل الهدف الثالث بعد نزوله من على الدكه عشان يسجل الهدف الثالث. قال لك يا برنس الهدف ده ممكن يكون فيه اوف سايد، ولكن النقاز كان مغطيه من الناحيه الثانيه، كان نايم في الناحيه الثانيه النقاز، فطلع الحمد لله الهدف كمان ما فيهوش اوف سايد. كمان جبنا هدف كمان ولكن اتلغى بداعي التسلل، ولكن الحمد لله ثلاث اهداف راضيين يا باشا، والحمد لله الفوز مستحق للنادي الاهلي. والنادي الاهلي لعب النهارده مباراه كبيره جدا جدا على الترجي، وقدر ان هو يقهر الترجي، قدر ان هو يخلي الترجي مش عارف يعمل ايه. الترجي الجون في اول 28 دقيقه ضربه جزاء، الفرقه اتلخبطت، احنا كنا يعني الترجي كان بيقول لك ما احنا كنا عايزين نجيب جون، فجاه الاهلي هو اللي جاب جون، فحسابات معين الشعباني اتلخبطت كلها. ف لعيبه الترجي والمدير الفني بتاع الترجي كل ده واقفين بره مش عارفين يعملوا ايه، الاهلي فاجئهم. ففجاه نزلنا الشوط الثاني ترك الهدف الثالث، فانت بتتكلم انت لخبطت حسابات معين الشعباني، لخبطت حسابات الترجي اللي هو كان جاي عاوز يعمله، كان على الاقل كان قايل لك يا مسجل هدف في الشوط الاول الشوط الثاني بالمباراه،
تبقى نازله النار نار، يبقى كفتين متوازيين، ولكن الاهلي فاجئ الجميع ويسجل الهدف الاول، ولغايه اما لخبط حسابات الترجي يا برنس عشان النادي الاهلي يفوز بالثلاث اهداف مقابل لا شيء عشان يقابل الفريق الجنوب افريقي جاره شيف ديت والبتاع اللي تعادل النهارده مع الوداد 0-0 هناك في جنوب افريقيا بعد فوزه في المغرب 1-0. ولكن النادي الاهلي مباراه كبيره جدا في جنوب افريقيا، يعني هي الفرقه بتاعت جنوب افريقيا ولكن في المغرب، ولكن مش عاوزين نستقلب الفرقه، مش عاوزين نستقلب الفرقه ديت، هي فرقه باين عليها محترمه، نعمل لها حساب، نعمل لها حساب، وان شاء الله نجيب العشره، وان شاء الله نروح كاس العالم، وان شاء الله نخلص بقى، نخلص بقى العشره يا عم موسيماني، عشان اللي يقول لك على موسيماني ده مدرب تعبان، قول له انت اللي تعبان، قول له انت اللي تكحيان، ده موسيماني فاجئ الجميع النهارده ويسجل او سجل يسجل ايه ده يسجل هاتريكات ويقول للناس انا مدرب عبقري. الله عليك يا عم موسيماني، والله شابوه يا عم موسيماني. يا شباب مبروك بجد، النادي الاهلي، النادي الاهلي لعب مباراه كبيره امام الترجي، قدر ان هو يثبت لك ان هو فريق كبير، قدر ان هو يثبت لك ان هو فريق بتاع بطولات. هي شخصيه النادي الاهلي كده، هي بطولات النادي الاهلي كده، احنا متعودين على كده، بطولات 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 بطولات، فهي ده اللي احنا كنا متعودين عليه، والحمد لله النادي الاهلي قدر ان هو يفوز بالثلاث اهداف عشان ياكد. يعني كمان احنا كنا كسبنا مثلا بضربه الجزاء كان يقول لك لا يا عم ده في مشكله، لا احنا الحمد لله فوزنا بثلاث اهداف عشان اللي يقول لك ده فازوا بضربه، لا ده في هدف ملعوب من شريف، هدف ملعوب من الشحات، ولكن افشه افشه ده معلم معلم يا معلم، مستر مش عارف ابو تريكه الثاني، ابو تريكه الثاني في الملعب. ولكن مبروك للنادي الاهلي، هارد لك جمهور الترجي وهارد لك فريق الترجي، وان شاء الله تعودوا السنه الجايه، ومبروك علينا العشره يا رجاله. ولكن العشره قربت، العشره قربت 90 دقيقه في المغرب يا رجاله، وان شاء الله تبقى العشره في الجزيره يا برنس. ما تنساش اللايك بتاعك، ما تنساش اشتراكك، والسلام يا برنس.